في عام 1950 أنتج أول فيلم سعودي، وبعد سلسلة ليست طويلة من الأفلام توقف إنتاج السينما السعودية بعد أحداث الحرم المكي عام 1979، لكن الإنتاج المستقل للأفلام استمر، ونال صناع السينما السعودية جوائز عالمية دون أن يجدوا دور عرض في بلادهم. صناع السينما وعشاقها في المملكة على موعد مع فتح دور للعرض السينمائي مطلع 2018، وكانت الحكومة السعودية قد وعدت بتغيير الواقع الثقافي في رؤية المملكة 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفتح مجالات أكثر رحابة أمام الشباب السعودي. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. الخطوة من المتوقع أن تساهم بنحو 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة.